ينضم إلي مباشرة من دبي رائد الخضر وهو رئيس قسم الأبحاث في إيكوتي جروب. رائد صباح الخير. الأسواق تستقبل فوز بايدن بشكل جيد. الإيكوتي ماركتس لازالت تسجل رالي. الفيوتشرز على وول ستريت تشير إلى افتتاح بالارتفاعات. وبالتالي هل يجب أن ندخل في هذه الموجة أو لا؟ اللي جاي بالنسبة للإيكوتي ماركتس إيجابي جدا. بالنسبة للتوقعات خلينا نبدأ أولا بما سبق الانتخابات. كان هناك نوع من التفاعل الإيجابي مع الأسواق لتقدم بايدن، بالتالي الدولار الأمريكي في انخفاض، توقع الحزم التحفيزية، محاولة في الأسواق لتسعير حزم تحفيزية أكبر من تلك التي كانوا على قاب قوسين أو أدنى ترامب والديمقراطيين الاتفاق على الحزمة الأخيرة عند التريليون و800، ولكن يعني داهمتهم الانتخابات وتم إيقاف هذه النقاشات. الآن الديمقراطيين يريدون حزم تحفيزية أكبر تصل إلى أصحاب الدخول المنخفضة بشكل أكبر، وإضافة للمتضررين بالكوفيد 19. ولكن بالنسبة للإيجابية التي نراها في الأسواق حاليا، تفاؤل طبعا بنتيجة تحديد مصير رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية الأربع سنوات القادمة، وضوح أكثر في الصورة، ولكن نحن لازلنا تحت ضغط كبير وهو ضغط المتغيرات السلبية المتأتية من كوفيد 19 وصعوبة إيجاد لقاح كما يعني. نعم. رائد خلينا نتحدث الآن عن الفرص الاستثمارية. على ما يبدو من خلال قراءتي لكثير من التقارير أنه تشاينا أو الصين الرابح الأكبر، وأنه الفرص الاستثمارية الأكبر موجودة الآن بالأسواق الأسيوية وأيضا الإمرجين ماركتس. أين ترى الفرص الآن للاستثمار فيها؟ بشكل كبير جدا ستكون هي المستفيد الأكبر، وبالأخص ممكن يكون عندنا قطاع التك في الصين. طبعا مع وجود بايدن إذا علاقات تجارية أكثر هدوءا، انتهاء العلاقات المتوترة ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالعلاقات التجارية، وكذلك الأمر يعني ممكن سرعة أكبر في تعافي الاقتصاد الصيني وفي وصوله إلى قمة يعني كأكبر اقتصاد في العالم. ممكن قريبا جدا أن نرى هذا الاقتصاد مع هدوء التوتر في العلاقات التجارية، وبالتالي بالنسبة للأسواق الآسيوية وبالنسبة للإمرجينج ماركت ممكن تكون فرصة كبيرة جدا فيها. ولكن هذا لا يعني أبدا أنه في عندنا أيضا فرص الطاقة البديلة التي ممكن أن توفرها توجهات بايدن، حيث أنه يبحث عن تعمل الطاقة النظيفة بشكل أكبر في وقت ممكن تتأثر فيه مصادر الطاقة التقليدية، وممكن نشهد على المدى المتوسط إلى الطويل ضغط أكبر على أسعار النفط بالاتجاه الهابط. التأثير الإيجابي هو على المدى القصير في الوقت الراهن. في نقطة أخرى وهي استمرار العمليات التحفيز وبرامج التحفيز النقدية ممكن أن يسبب مزيد من الضعف في الدولار الأمريكي، وبالتالي ارتفاع في بعض الملاذات الأمن مثل الذهب على سبيل المثال مقارنة بالدولار الأمريكي ويعزز مزيد من. إحنا في أول جلسة لهذا الأسبوع، الأجندة لربما أبرز ما فيها هو بداية والقمة الاتحاد الأوروبي للحديث عن تفاصيل بريكزيت ب 15 نوفمبر. كيف تتوقع حركة اليورو والاسترليني هذا الأسبوع؟ يعني بشكل كبير جدا الآن نحن ميالين إلى سوفت بريكزيت. يعني أعتقد مع خروج ترامب من المعادلة البريكزيت نوعا ما، أعتقد بوريس جونسون مضطر أنه يكون في عنده أكثر مرونة وليونة فيما يتعلق بصفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ذلك يتطلب يعني تعاون أيضا من الجانب الأوروبي. نتوقع أن يكون ذلك إيجابيا لكلا العملتين، سواء اليورو أو الجنيه الاسترليني، تبدأ بكسر مزيد من الارتفاعات على المدى المتوسط إلى الطويل، وممكن جدا أن نشهد نهاية ل يعني تداعيات البريكزيت مع 15 نوفمبر، وبالتالي يكون موعد يعني قبل نهاية هذا العام، وهذا يعتبر إيجابي للاقتصاد البريطاني والاقتصاد الأوروبي كذا على حد. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكوتي جروب، شكرا جزيلا لك.